مسلسل الاغتيالات الإسرائيلية مستمر، وهذه المرة يطال مسؤولاً عسكرياً بارزاً آخر في ميليشيا حزب الله. فمن هو؟ علي نزيه عبد علي، أحد أبرز عناصر ميليشيا حزب الله في الجبهة الجنوبية. ولد العام 1984 في بلدة عيتيت الواقعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان. علي نزيه مسؤول عسكري محلي في ميليشيا حزب الله، وله نشاطات عسكرية في القطاع الغربي من المنطقة الحدودية. اغتيال علي نزيه جاء عبر طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ جو أرض على سيارة مدنية كانت تسير على الطريق الرئيس في محور البازورية في جنوب لبنان. الغارة الإسرائيلية أدت إلى مقتل علي نزيه واحتراق السيارة بالكامل، حيث تم نقل جثته بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الإيطالي في مدينة صور. حالة من الترقب والحذر الشديدين في لبنان تسود على خلفية الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية من بيروت وأدت إلى مقتل القائد العسكري البارز فؤاد شكر، في الوقت الذي هدد فيه الأمين العام للميليشيا حسن نصر الله برد حقيقي مدروس جدا على الغارة الإسرائيلية في الزمان والمكان المناسبين.